أنا من عشاق اللي يحبون ينزلون الألعاب في الجوال. أنا سمعت عن لعبة جديدة هو سر المفقود، وجدت كتارة لأكتشفها وألعبها. وياي اليوم أكتشف ومتحمسة أبي أعرف شنو هذه اللعبة. طبعاً أنا نزلت اللعبة تتكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى أني أنا أخذت صورة بانورامية على شاطئ كتارة. ثاني مرحلة من اللعبة أن أصور فيديو 30 ثانية لأعرفكم عن نفسي. حبيت أعرفكم على نفسي، أخوكم حسن علي، آخر سنة لي دراسياً، وهوايتي السباحة والتصوير. المرحلة الثالثة عبارة عن أنك تصور صورة مشابهة للصورة في التطبيق. المرحلة الرابعة هي عبارة عن أسئلة أحاول أجاوب عليها بطريقة صحيحة. أنا استأنست وايد في اللعبة، أتمنى منكم أن أنتم تنزلون التطبيق، وأنا أدعوكم تنزلون التطبيق وتشاركون اللعبة.